السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. درسنا اليوم توازن الجسم خارج القوتين ديال السنة الثالثة الإعدادي لكيليم ودو كورس سيمي أر دو فورس، هو درس تقراه هذا العام، تقرا إن شاء الله العام الجاي في سان كيان كونفورمان إن شاء الله. ألوغ لكيليم ودو كورس سيمي أر دو فورس، شوف معايا ناخذ مثلا تجربة عادية، تجربة وناخذ من موراها ملاحظات على التجربة. تجربة ناخذ جسم على شكل حلقة، مثلا حلقة تخضع لواحد القوة، واحد القوة F1، وحلقة تخضع لواحد القوة، لواحد القوة F2. هذه القوة F2 مرتبطة بنابض، النابض هو تيعبر لنا شدة القوة ياك. دونك دير بحال هكا، مثلا النابض الأول دير هكا، هذا هو جهاز الدينامومتر، وهذا تا هو جهاز ديال الدينامومتر. دونك فالقوتان جهاز هذا الدينامومتر، دينامومتر، وهذا حتى هو دينامومتر، دينامومتر. الجهاز ديال الدينامومتر الاول واحد، وجهاز الدينامومتر اثنان. الدينامومتر مستعمل باش نقيسو فيه شدة القوة ديال كل قوة ناعمة، لملاحظ أن الدينامومتر يشير الدينامومتران، يشير الدينامومتر، الدينامومتر لنفس القيمة، نسميوها ناخدو حنا مثال عندنا 4 نيوتن، يعني هنا غيعطيك هو 4 مثلا، غيعطيك في الشكل هنا 4 نيوتن، وهنا غيعطيك القيمة عاوتاني 4 نيوتن. الملاحظ التالي أن F1 القوتان، القوتان F1 و F2 لهما نفس خط التأثير، نفس خط التأثير، يعني هذا هو الخط ديال التأثير ديال الوجود، عنده نفس خط التأثير. القوتان F1 و F2 لهما منحيان متعاكسان. شوف معايا هاد النابض، هاد القوة هادي F2 تجر لهاد الجهة، وهاد القوة تجر حتى إلى الجهة المعاكسة ديالها. إذا هذا الملاحظات اللي خدينا دابا، هذه من التجربة، غناخدو بعض الاستنتاجات. أول استنتاج نهضرو على أول فقرة اللي هي واحد، شروط توازن جسم خاضع لقوتان. خاضع لقوتين، شروط توازن الجسم خاضع لقوتين. بداية نهضرو على شنو هو توازن الجسم. توازن الجسم، توازن الجسم يقدر يكون في سكون، ويكون في حركة مستقيمة منتظمة. مثلا البولة تكون معلقة، فهذه الجسم التوازن خاضع لقوتين. لحطيت مثلا ستيلو فوق الطابلة، خاضع لقوتين. هذا الكتاب، هذا مثلا الكتاب في توازن خاضع لقوتين، اليد ديالي وتأثير كوكب الأرض. توازن الجسم في سكون، يا إما توازن الجسم يعني غيكون يا إما في سكون ولا في حركة مستقيمة منتظمة، باش هادشي ميبقاش تسمع أنك تسمع كلمة توازن تقول راه صافي راه واقف معلق راه متوازن، لا، ممكن يكون في حركة، ولكن الحركة ديالو تكون مستقيمة منتظمة. إذا كان جسم صلب في توازن خاضع لقوتين
اف واحد و اف اثنان فان لهاتين القوتين نفس خط التأثير، نفس خط التأثير عند نفس الشدة، نفس الشدة ومنحيان متعاكسان، ونعبر رياضيا عن هذه الشروط ب نكتب اف واحد المتجهة اف واحد زائد المتجهة اف اثنان تساوي المتجهة المنعدمة. إذا هذا هو نص ديال الشرط ديال التوازن. باش يكون عندي جسم شروط توازن خاضع لقوتين، إذا كان جسم صلب في توازن خاضع لقوتين فإن لهاتين القوتين نفس خط التأثير، يعني عنده نفس الخط ديال التأثير، نفس الشدة من حياة متعاكسان، نفس خط التأثير نفس الشدة من حياة متعاكسان، نعبر رياضيا عن هذه الشروط اف واحد زائد اف جوج تساوي المتجهة المنعدمة. ناخذ نابض ان روسو وهنايا جسم اس، شوف معايا جرد القوى، جرد القوى نضرب اول حاجه على المجموعه المدروسه، المجموعه المدروسه هي الكره، تخضع الكره لجوج ديال القوى، عندنا اف توتر النابض ولا القوة المطبقة من طرف النابض، القوة المطبقة من طرف النابض على جوج القوات، وعندي بي وزن الكرة، عندي جوج ديال لي فورس اف وبي، الجسم في توازن. شوف معايا السند، نفترض ان القوه بي الوزن ديالها هي 4 نيوتن والشده ديالها 4 نيوتن. يلا شوف معايا السند، غنديرو مميزات اف و بي. مميزات اف و بي قلنا في المميزات نهضرو على نقطه التاثير، خط التاثير، منح التاثير والشده، ياك خط التاثير نقطه التاثير الشده ومنحها، نقطه التاثير خط التاثير منها التاثير، وهنايا نهضروا على الشده، شده التاثير القوه بي والقوه اف. لاحظ معايا القوه بي نقطه التماس البوان دو كونتاكت هذه الاولى، والاخرى تبدا من الجي، بي ديما عندها الجي مركز التقل، واف عندها ا نقطه التماس. يلا شوف الخط ديال بي قدرنا قلنا عليه المره اللي فاتت، بي دائما شاقولي موجه نحو الاسفل، هذا هو بي خط شاقولي، دونك بي شاقولي مار من جي، من حتى التأثير من جي نحو الاسفل، الشدة بي قلنا هي 4 نيوتن. نمشيو لهنايا، شنو قلنا حنا شروط توازن جسم خاضع للقوتين؟ للقوتان نفس خط التأثير، إذا كان في شاقولي يكون حتى هو شاقولي، شاقولي مار من جي و أ، غيدوز من جي و أ، شاقولي المنحى من أ، إذا كانت حنا دينا حنا عندو منحيين متعاكسان، إذا كانت الأخرى من جي نحو الأسفل فالأخرى غتكون من أ نحو الأعلى العكس ديالو، وقلنا عندو نفس الشدة. فيها كانت 4 نيوتن حتى اف غتساوي لنا 4 نيوتن. كيفاش غنمثلوها؟ ناخذ مثلا تمثيل بي و اف للقوتان، قلنا
ناخذ السلم واحد سنتيمتر هو جوج نيوتن، تمثلوا بي و اف بسهمين طولهما شحال؟ غتكون عندي جوج ديال السنتيمتر. غنمشي لهنايا غنمثل الاولى بي بحركه تبدا من هنايا الشاطوريه موجهه من الاسفل سنتيم، جوج ديال السنتيم هذه هي بي. الثانيه غتبدا مني ولكن قد قد هنايا، هاد الجسم راه في توازن خاضع لجوج ديال القوات، ومثلنا بحركه اف ومثلنا هنايا بي. الوغ بالنسبه للمثال التالي امثله، المثال التالي مثلا الجسم هابط منح الحركه غادي هكا منح الحركه. دائما شوف معايا المجموعه المدروسه، المجموعه المدروسه، المجموعه المدروسه، المجموعه المدروسه هي الجسم اس، الجسم اس كيخضع لبي وزن الجسم، بي القوه التي تطبقها كوكب الارض وزن الجسم، وتيخضع لاخ اللي غنسميوها تاثير، تاثير السطح الى سطح، ماشي هذا السطح، هذا تاثير السطح المائل، نعطيه بالمائل بزاويه الفا. دونك هاد القوتان غنديرو لهم دابا حتى هما المميزات ديالهم. نفترض ان اخ مثلا تساوي 6 نيوتن، القوه التي تطبقها السطح تساوي 6 نيوتن، وغنصاوب المميزات كل بي. نفترض ان بي تساوي 6 نيوتن في الحاله هذه، وهضرنا دابا على نفس القضيه، غنهضرو على نقطة التأثير، نقطة التأثير، وغنهضرو على خط التأثير، ومنحى التأثير، منحى التأثير، وشدة التأثير، للقوتان بي، للقوتان قوة بي، والقوة إف، القوة بي عندها من الجمع والأسفل، من النقطة الجي مركز، مركز التحمل، شاقولي مار من الجي، منح التأثير دائما من الجي نحو الأسفل، شدة التأثير كتساوي 6 نيوتن. كيفاش غنسنجو إف ديال إف دابا؟ إذا كان عاطيني مثلا إف، تنبقى ندير لعب الشروط ديال توازن الجسم خاضع لقوتين، الأخرى غنسميوها أ، المركز الهندسي لسطح التماس، ولا لمساحة التماس، لمساحة التماس، تجي هنا مثلا، ولا شوف، شاقولي تا هو هذا شاقولي، لحقاش التوازن تيكون عنده نفس خط التأثير، تا هو شاقولي مار من أ، من الجهة نحو الأسفل، هذا غيكون من أ نحو الأعلى، العكس ديالو. الشدة عندو نفس الشدة، إذا إف تاهي غتساوي لنا 6 نيوتن. كيفاش غنمثلو؟ غنمثلو ناخدو السلم واحد سنتيم هو 3 نيوتن، وفي الحالة تمثل بي و إف بسهمين طولهما جوج ولا جوج ديال السنتيمات. غنمشي لهنايا غنمثل بعدا بي، بي جاية من هنا، غتهبط لتحت من هذيك النقطة الجي، وغنهبط جوج سنتيمتر، جوج سنتيمتر، جوج ديال السنتيمتر هنا، غنختار جوج سنتيمتر، الثانية غنطلق من هنايا من هاد أ، وغنعبر جوج سنتيمتر نحو الأعلى، غيجي قد السهم الكحل. قد السهم، قد السهم هاد الزرقاء اللي هابط هنايا، دونك هنا هذا كان درس توازن الجسم خاضع لقوته.